أهلا وسهلا فيكم في قناة A&Y Games. وبس يا ليلي، هاي كل الأسئلة المهمة لامتحان الرياضيات تاع بكرة. إذا فهمتيها خلاص أنا بضمن لك تجيبي علامة كاملة. شكرا يا ميرا، كتير ساعدتيني. من غيرك ما بعرف كيف كنت رح أعمل بصراحة. من وقت ما صرت تدرسيني وأنا علاماتي كتير تحسنت. صحيح، ليلاس عاملة حفلة كتير كبيرة عشان الهالوين في بيتها. إيش رأيك تيجي؟ هي قالت لي إنه بقدر أجيب معي حد، وأنا بدي إياكي إنتي تيجي لأنك كتير ساعدتيني. بس ليلاس مو صاحبتي، وهي يعني صاحبة هدول البنات المشهورات، وأنا خايفة إني ما أعرف ولا حدا في الحفلة وما أنبسط. بالعكس، الحفلة كتير رح تكون حلوة، غير إني أنا كمان رح أكون موجودة ورح أعرفك على الناس. اسمعي، لا تترددي كتير، فكري وخبريني اليوم. أنا حروح هلأ، بستنى منك تليفون. باي. معقول ليلي تعرفني على كل البنات المشهورات وأصير من ضمن جروب ليلاس؟ هذا الجروب كتير مشهور في المدرسة، وهيك أنا حيصير عندي صاحبات كتير. واو واو، أنا كتير متحمسة إني أروح على الحفلة. رح أحكي لماما بس أروح على البيت. ماما أنا إجيت. أهلا يا أميرة. دقايق والأكل بيكون جاهز. ماما في إشي مهم بدي أقول لك إياه. شو هو؟ ميرا في حدا على الباب، شوفي مين. طيب يا ماما. يا الله ليش معلي الأغاني هيك؟ نعم، تريك أور تريت. ماما هذا بده حلويات عشان الهالوين. احنا اسفين ما عنا اشي. استني استني، لا تكسي في الولد، خليني اعطي سندويشات هوت دوغ. ماما شو سندويشات؟ غريب، ليش راح؟ عاد السندويشات كتير زاكين. طبعا يا ماما حيروح، بده حلويات. انا عارفة عنه هو الخسران. يلا شو الموضوع اللي كنتي بدك تقولي لي اياه؟ ليلاس عاملة حفلة كبيرة للهالوين في بيتها، وعزم البنات وعزمتني، وأنا حابة إني أروح. بصراحة ولا مرة روحت، وحاسة رح تكون الحفلة كتير مسلية. ليلاس هاي أصلاً مو صاحبتك. لا طبعاً، أنا ما ببعتك على حفلات عند ناس ما بنعرفهم، يعني أنا ما بعرفها ولا بعرف أهلها، أكيد ما رح أوديكي عندها. وبعدين لشو حفلات الهالوين والسخافة هاي؟ ما إله داعي هذا كله. بس يا ماما كل البنات رايحين وهي أول مرة أنعزم على حفلة، نفسي أروح. خلص لا، يعني لا، حفلات هالوين ومسخرة ما عندي، وناس ما بنعرفهم كمان. يلا روحي على غرفتك وشوفي دروسك أحسن لك. شو يعني ما حروح؟ أيوة ما حتروحي، ويلا روحي على غرفتك. طيب يا ماما. شو بدك أنت؟ بدي أحضر البهدلة. يا الله، روح من هون، ما عنا حلويات. يا ربي يا الله، هاي الحفلة كانت فرصتي انه يكون عندي صاحبات. انا ما عندي صاحبات بالمدرسة، وكنت رح اتعرف على هدول البنات ويمكن يصيروا صاحباتي. يا الله ليلي بترن علي. الو، شو يا ميرا رح تيجي على الحفلة؟ لا انا اسفة ماما ما قبلت. شو؟ حاولي تيجي اعملي اي اشي، رامي رح يكون بالحفلة. شو؟ رامي حيكون؟ يلا دبري حالك وتعالي، يلا باي مستناكي. يا الله، هذا رامي الولد كتير محبوب وكل البنات في المدرسة ميتين عليه، وهو عادة ما بيروح على حفلات. أنا لازم أروح على الحفلة، ما بدي أنا الوحيدة اللي أكون ما روحت وكل البنات يروحوا. أنا رح أتسلل وماما نايمة وأروح على الحفلة، وهي هيك ما رح تعرف، وحرجع وهي نايمة. ما رح أطول، يدوب بس أحضر الحفلة شوي وأرجع. بعد مرور 4 ساعات لبست هاي اللبسة، ورح أحط هذا القناع عشان يكون مناسب للهالوين ويكون شكلي بيخوف. هلأ كل اللي علي إني أمشي شوي شوي وأطلع من البيت وماما نايمة. ما لازم ماما تحس، حروح على الحفلة شوي وأرجع. خليني أتأكد أول إنها نايمة. بسم الله، يا رب ما تشوفني. هيا نايمة الحمد لله، خليني أروح الحفلة بسرعة بسرعة يا ميرا. هروب إلى الحفلة. واو، ما أحلى الحفلة وما أحلى الزينة. متحمسة كتير أشوفها من جوا وأرقص وأستمتع. واو ما أحلى الزينة. وين ليلاس؟ وين ليلي؟ كأنه هاي ليلي؟ ليلي هاي أنتي؟ هاي أنا. أهلا يا ميرا، شو رأيك بملابسي؟ كتير حلوين. وانتي كمان يا ميرا كتير حلو لبسك. يلا يا بنات اهلا فيكم في بيتي وحفلتي، يلا ارقصوا واعملوا اي اشي مرعب نفسكم فيه، حتى البيبيات مسموح انهم يكونوا مرعبين. ياي الحفلة كتير حلوة. اهلا يا بنات كيفكم؟ رامي اهلا يا
لابس ملابس هالوين. بصراحة أنا ما إلي بالهالوين، بس لأنه كل المدرسة جاية على الحفلة قلت أنا كمان آجي. ممتاز، يلا خلينا نرقص. يا الله، نفسي أروح على الحمام، بس وين الحمام؟ خليني أسأل ليلي. ليلي ليلي، وين الحمام؟ مش سامع شو؟ وين الحمام؟ ما بدي أعلي صوتي، كل الناس يعرفوا. فوق فوق. طيب. يا ربي، يا الله، وين الحمام؟ كتير بدي أروح. وينه؟ شو هاد؟ يا الله، خدي يا مريم، خدي. كنت مفكرة إنك تدمري حلمي بالجمباز وتخلي فريقك يفوز علينا وإنتوا اللي تسافروا على النهائيات وإحنا لا. هيك فريقك صار ما إله قائدة ورح يطلع من المسابقة، وإحنا اللي رح نوصل للنهائيات. تستاهلي، حاولت أكتر من مرة أفهمك إنه تبعدي عني وعن فريقي. هي مين هاي؟ مين هاي اللي واقفة تتفرج؟ مين أنتي؟ يا الله، شافتني، لازم أهرب بسرعة، لازم أطلع من هون بسرعة. ميرا، ميرا، شو مالك؟ اتأخر الوقت، بدي أروح. ليلي، مين هاي البنت اللي كانت لابسة أحمر وقناع أبيض؟ مين هاي؟ بسرعة تكلمي، أنا ما عزمتها. هاي ميرا. ميرا؟ ومين جابها على الحفلة؟ أنا عزمتها لأنها بتساعدني بالرياضيات. يا الله، غبائك، لازم تعزمي ناس ما بنعرفهم؟ إيش في؟ إيش صاير؟ إيش في؟ صاير مصيبة. تعالي معاي فوق أفهمك. تعالي شوفي. شو هاد؟ مريم، يا الله، شو صاير لها؟ كيف هيك اندبحت؟ شو صاير لها؟ مش أنا وياك اتفقنا إنه أعزمها على حفلة الهالوين عشان أضربها وأخليها يصير عندها إصابة وما تقدر تشارك بمسابقة الجمباز وفريقنا يفوز؟ اتفقنا على هذا الكلام ولا ما اتفقنا؟ اتفقنا، بس ما اتفقنا نموتها. ما أنا ما كنت بدي أموتها، بس لما خبطتها بالفأس صارت تقاوم وما لقيت حالي إلا عم بخبطها على راسها وماتت معاي، وهذا اللي صار. بس مش هون المصيبة، المصيبة إنه في بنت لابسة قناع أبيض وملابس حمر شافتني، وهاي البنت لو بلغت عنها رح نروح في 60 داهية، وإنتي رح تكوني متورطة بالجريمة لأنه كانت الخطة أنا وياكي مرتبينها. بس أنا ما قلت نذبحها، بس هاي ميرا اللي شافتك، ميرا بنت هبلة كتير وجبانة، مستحيل تعمل أي إشي، مستحيل. مستحيل تعمل أي إشي؟ إحنا لازم نتأكد إنها ما تعمل أي إشي أبدا. خلينا هلأ نشيل الجثة ونخفيها قبل ما يجوا أهلي، وبعدين بكرة لازم نلاقي حل ميرا ونخرسها للأبد. فعلا لازم ميرا ما تتكلم أبدا. يلا ساعديني نخبي الجثة. طيب يلا بسرعة، خلينا نروح. يا الله، شو أعمل؟ أنا شفت ليلاس بتذبح مريم، يا ربي شو أعمل؟ بس أنا ما بقدر أحكي لماما، لو حكيت لماما هتعرف إني رحت على الحفلة من وراها وحيصير لي مصيبة. يا الله، شو أسوي؟ مش عارفة إيش أتصرف. كيف بكرة بدي أروح المدرسة وأواجه ليلاس؟ أكيد هي ما بتعرف مين أنا، أنا كنت لابسة قناع. خلاص عادي، أحامل حالي، ما شفت إشي وما بعرف إشي. في اليوم التالي، صباح الخير ماما، أنا رايحة المدرسة. صباح الخير ميرا. ميرا حبيبتي، أنا عارفة إنه كان نفسك تروحي على الحفلة وأنا منعتك، عشان هيك أنا بدي أعوضك. إيش رأيك اليوم بعد المدرسة أروح أنا وياكي على السينما وتختاري الفيلم اللي نفسك فيه وهيك تكوني تفسحتي؟ طيب يا ماما، شكرا، ان شاء الله، انا بس هلأ لازم اروح على المدرسة. مع السلامة. مع السلامة يا حبيبتي. لازم نتأكد اليوم انه ميرا ما تتكلم ابدا عن الشي اللي شافته. طبعا احنا اليوم رح نخوفها، هي بسهولة بتخاف، لا تقلقي، انا متأكدة انها ما رح تتكلم. هيا اجت. مرحبا. اهلا ميرا، تعالي. لا، انا بدي اروح على الـ على الـ على البيت. لا شكرا، ما بدي اجي. ميرا، انا ليلي قالت لي كيف بتساعديها بالرياضيات واحنا حابين نشكرك، انت كتير بنت منيحه، عشان هيك بدنا اياكي تطلعي تتسوقي معنا. يا ميرا، لازم تتسوقي معنا وتشتري ملابس حلوه، احنا كتير بنحبك ومبسوطين منك. شكرا، ما بدي اشتري ملابس وبدي اروح على البيت.
ميرا لا تقلق، المحل هي هون جنب المدرسة لتحت شوي، رح نروح نتفرج على الملابس ونروح على البيت، يعني ما رح تتأخري. طيب بس ما نطول. ما رح نطول اطمني. وين المحل؟ صار لنا كتير بعدنا ولهلأ ما وصلنا. لا وصلنا، هيو لقدام شوي. يلا يا ميرا وصلنا بسرعة تعالي. بس أنا مش شايفة محلات يا ليلي، ما في ولا محل ملابس هون، شو هاي المنطقة؟ يلا تعالي. يا الله مش عارفة وين أنا أصلا، المكان فاضي. يا ليلي وين إحنا؟ يلا وصلنا. شو هذا المكان؟ هذا مو محل ملابس، هذا بيت مهجور. أنا ما بدي أدخل هون، رح أروح على البيت. مو على كيفك. يلا يا ليلي امسكيها منيح معي، رح ندخلها غصب عنها. سيبوني سيبوني. يلا بسرعة. هيني جاي. شو هاد؟ مريم ليش جايبيني هون؟ رح تموتوني. أرجوكم سيبوني. لا تخافي ما رح نموتك، بس بدنا نتأكد انك ما تتكلمي عن الاشي اللي شفتيه مبارح. بس انا ما رح اتكلم، والله ما رح اتكلم، خلوني اروح. لا لازم نتأكد. يلا يا ليلي جاهزة؟ جاهزة. امسكي الفائس بسرعة. ليش؟ ما بدي ما بدي، سيبوني سيبوني، بدي اروح، والله ما رح اتكلم، والله ما رح اتكلم. ما بنصدقك، امسكي الفائس بسرعة. هتمسك الفأس ولا بدك أعمل فيكي زي ما عملت بمريم؟ طيب رح أمسكه. ليش الكهرباء قطعت؟ البيت مهجور وانتي صار لك ساعة بتعيطي، يلا بسرعة امسكي الفأس خلينا نخلص. طيب حاضر، ايش بدكم أعمل؟ ليش بدكم أمسك الفأس؟ أنا مو فاهمة إشي. يلا يا ليلي بسرعة ابدأي. ايش في يا ليلي؟ ايش في؟ ميرا لا تخافي، انا مستحيل اذيكي، انا صديقتك ليلي. يلا يا ليلي جاهزة؟ جاهزة. ايش في؟ يلا لا تقلقي، رح نصورك وانتي عم ترتكبي الجريمة، عشان لو قدرتي تتكلمي وتحكي انه احنا اللي عملنا هيك رح يكون معانا التسجيل ضدك، وانتي ماسكة الفأس والجثة قدامك وبصماتك على الفأس وكل الأدلة ضدك، فلو هلأ اتكلمتي أو حكيتي أي إشي أنت اللي رح تنحبسي. عرفتي يا ميرا؟ يعني كحافز إنك تخلي تمك مسكر. بس أنا ما قتلت حد، أنا ما عملت إشي. لا عملتي، لما تسللتي لفوق وكنتي في الوقت الغلط والمكان الغلط، وإنك جيتي على حفلة مش مناسبة إلك أصلا. على كل خلاص الموضوع جدا بسيط، خليكي مخروسة وما حدا رح يتأذى. فهمتي شو يعني؟ يعني هش، يعني ما تفتحي تمك، يعني ما تحكي ولا حرف، لأنك أول وحدة رح تروحي على السجن. خلاص أنا ما رح أتكلم، بس أرجوكم بدي أطلع من هذا المكان بسرعة. طيب تقدري تروحي. صورتي يا ليلي؟ صورت، صورتها كتير منيح. خلاص تقدري تروحي. طيب فكرك رح تتكلم؟ مستحيل، خلص الأدلة كلها ضدها. ميرا حبيبتي يلا عشان تاكلي ونروح السينما. شكرا يا ماما، بس أنا تعبانة مو قادرة أكل، بدي أروح على غرفتي وما بدي أطلع. ميرا شو مالها؟ في اليوم التالي، يا بنات مثل ما انتو عارفين صديقتكم مريم إلها 3 أيام مختفية والشرطة عم بيفتشوا عليها، وهم محتاجين يجمعوا كل المعلومات والأدلة اللي بيلاقوها عشان يعرفوا وين مكانها، عشان هيك رح يجي الشرط اليوم على الفصل ويسألكم بعض الأسئلة، ياريت تتعاونوا معاه، وأي واحدة عندها أي معلومات ضروري تحكي للشرطي. أهل مريم عم بيفتشوا عليها وكتير حزنانين ونفسهم يعرفوا وينها. هلأ الشرطي رح يدخل كل يتصرف بأدب ويجاوب على الأسئلة. تفضل يا حضرة الشرطي. شكرا كتير، شكرا على وقتكم. طيب أنا رح أتركك مع البنات عشان تسألهم، وبس تخلص برجع. عن إذنك. يلا يا بنات بدي إياكم كتير تركزوا معي، هاي الأسئلة مهمة ورح تساعدنا إن نلاقي مريم. أول إشي، أنا سمعت إنه مريم كانت معزومة على حفلة الهالوين، بس هل إجت على الحفلة ولا لا؟ هل أي حدا شافها بحفلة الهالوين؟ ميرا
تذكري شو اتفقنا، يلا تكلمي. لا يا شرطي، ما شفتها، ما حدا شافها، هي على الأغلب ما إجت على الحفلة. يعني ما في أي حدا فيكم شافها قبل الحفلة أو بعرف وينها؟ لا ما بنعرف. طيب شكرا، أنا هلأ رح أروح. شكرا يا معلمة، أنا سألتهم بس للأسف ما حدا فيهم بعرف إشي وما حدا شافها. مش مشكلة، إن شاء الله تلاقوها، وأي إشي بنتذكره رح نحكي لكم. ضروري، لأنه إحنا مو عارفين وينها. طيب يا حضرة الشرطي لا تقلق. بعد مرور أسبوع، يا ميرا شو مالك؟ ليه طول الوقت نايمة في غرفتك وما عم تاكلي وما عم تطلعي وما عم تحكي معاي، وطول الوقت حزينة؟ أنا قلقانة عليكي. ما في شي يا بابا. ليه عم تبكي؟ ما عم ببكي، بس ما في شي. طيب أنا رح أتركك ترتاحي، بس تأكدي إذا في أي إشي أنا أمك ولازم تحكيلي. طيب يا بابا، ما في إشي، ما في إشي. طيب مثل ما بدك، نامي شوي. لا مش معقول تصرفاتها، في إشي غلط. أنا رح أحكي مع أم رامي، رامي هو صديقها وأنا بعرف أمه، يمكن يكون رامي حكى لأمه إشي أو أمه تسأله، في إشي مو طبيعي، البنت كتير متغيرة. ألو؟ اهلا اهلا، كيف حالك؟ انا مرن عليك عشان في موضوع مهم بخصوص ميرا، البنت كتير متغيرة وانا خايفة يكون صاير معها اشي بالمدرسة ومو قابلة تحكيلي. هل ابنك رامي بعرف اشي؟ هل صاير اشي بالمدرسة؟ بصراحة رامي حكالي انها كتير متغيرة من وقت ما حضرت حفلة الهالوين، طلعت من الحفلة تركض وتعيط، وبعديها ما حدا بيعرف شو مالها، طول الوقت بتعيط وتصرفاتها غريبة، ما بعرف يمكن حدا ضايقها بحفلة الهالوين. حفلة الهالوين؟ بس هي ما راحت. كيف؟ راحت ورامي شافها. طيب شكرا شكرا، بحكيكي بعدين، مع السلامة. شو؟ رايحة حفلة الهالوين من وراي؟ وانا زي الهبلة بقولها بدي اكافئك ونروح سينما؟ يا الله، عم تكذب علي طول هاي الفترة؟ يا ترى شو كمان عم تكذب؟ لازم اواجهها. ميرا قومي بسرعة. ايش في يا ماما؟ انت يا كذابة، رايحة على حفلة الهالوين يا كذابة يا مخادعة. انا عرفت كل اشي، كل اشي انفضح، كل شافك والكل عارف شو عملتي، ما تنكري، الكل شافك وكل اشي انفضح. ماما ماما، انا والله العظيم ما قتلتها، هم صوروني معاها للاس وليلي، للاس اللي قتلتها مش انا، وانا ما قتلتها، انا لقيتها علي ورطانة بالجريمة، انا ما عملت شيء. عن شو عم تحكي؟ ميرا مين هي اللي قتلتتي؟ عن شو عم تحكي؟ انتي اللي قد شو عم تحكي؟ انتي ما عرفتي عن مريم؟ انتي عن شو عم تحكي؟ انا بحكي عن حفلة الهالوين اللي روحتيها من وراي. مريم؟ انت عندك معلومات عن مريم وساكتة؟ ام مريم رح تموت من القهر عليها. وين مريم؟ شو صاير مع مريم؟ تكلمي فورا. ماما انا يوم ما رحت على حفلة الهالوين شفت ليلاس وهي بتذبح مريم، وبعديها هربت من الحفلة. تاني يوم اخذوني على البيت المهجور وانا مخبيين جثة مريم، وصوروني معاها وقالوا لي اذا بتكلم رح يتهموني انا بجريمة القتل. انا ما قتلت مريم يا ماما، والله العظيم ما قتلتها، وانا خايفة انهم يتهموني لانه في فيديو وانا مع الجثة، ومن يوميها وانا مش عارفة شو اعمل. مش عارفة شو تعملي؟ انت كيف ساكتة لهلأ؟ لازم فورا نروح على الشرطة وتبلغيهم بكل اشي. اهل مريم ليل نهار بيفتشوا عليها، وانت عارفة وين هي وشو صاير معها؟ ماما لا ارجوكي، ما بدي الشرطة، رح يحطوني بالسجن، انا متأكدة، ارجوكي يا ماما، ما بدنا نحكي لحد، خلاص. ميرا مش وقت هلأ تفكري بحالك وايش رح يصير لك، فكري شوي في البنت المذبوحة والمجرم اللي هلأ قاعدة بين الناس عادي، لازم فورا نروح على الشرطة. معك حق يا ماما، انا طول الوقت بفكر بمريم ومقهورة عليها وما بدي غيب عن بالي، بس خايفة كتير. لا تخافي، لازم نعمل الاشي الصح مهما كلف الثمن، يلا خلينا نروح على قسم الشرطة. بنتي ميرا عندها معلومات عن جريمة القتل، هي بتعرف مين اللي قتل وبتعرف وين الجثة وكل اشي. شو؟ طب احكولي فورا. انا حقول لك كل اشي يا حضرة الشرطي. بعد مرور 3 ساعات،
إحنا رح نباشر تحقيقاتنا فوراً، بس لازم نتحفظ على بنتك في قسم الشرطة، ما بتقدر تروح لحد ما ينتهي التحقيق. أنا رح أروح السجن. في محاكمة وأشياء كتير، خلينا هلأ نبلش تحقيقاتنا. تكلمي فوراً، الجثة ولقيناها وما في مجال أبداً إنك تكذبي. يا شرطي، أنا ما إلي دخل، هي ليلاس اللي ذبحتها، أنا ما إلي دخل. احنا اتفقنا انه احنا نضربها بحفلة الهالوين عشان اجرها تنكسر او ايدها تنكسر وما تشارك بمسابقة الجمباز لانه كانت رح تفوز علينا، بس انا لقيت ليلاس ذبحها، انا ما بعرف انها رح تذبحها، انا ما لي دخل. بعدين ميرا شافت وقالت لي نهدد ميرا ونصورها مع الجثة، هي اللي قالت كل اشي، انا ما لي علاقة بولا اشي، انا بس حملت الجثة وديتها على البيت المهجور وصورتها صورت ميرا، ما عملت اي شي تاني. كل هاي المصايب والبلاوي اللي عملاها وبتقولي ما الي دخل وما عملت ولا اشي، عكل بالمحاكمة رح يبين كل اشي. خلص بتقدر تروحي، نادوا ليلاس. نعم يا حضرة الشرطي. ميرا وليلي اعترفوا عليكي والتنتين قالوا انه انت اللي عملتي هاي الجريمة، ما في مجال انك تنكري. لا طبعا، هم كذابين وغيرانين مني، بتكون ميرا وليلي هم اللي قتلوها وجايين يورطوني لأني أحلى وأشطر منهم، أنا ما عملت ولا إشي. كيف ما عملتي ولا إشي؟ كل إشي مسجل بالفيديو اللي مصوراه ليلي، كلامكم وإنتوا عم بتهددوا ميرا، إنتوا كتير أغبياء، هذا الفيديو إدانة إلكم مش لميرا، إنتوا اللي أخذتوها وهددتوها، وهلأ كل الأدلة ضدك، مو بس كلام الشهود، كمان الفيديو وإنتي عم تحكي لميرا وعتقولي لها خدي الفأس وتصوري عند الجثة. شو؟ أنا ما توقعت إنه ليلي حمارة هالقد، أنا كنت عارفة إنه هاي البنت غبية بس مش لهالدرجة، ليش مصوراني؟ مفروض تصور ميرا بس. وأنت كمان غبية، هيك اعترفتي على حالك، خلاص القضية وانحلت. لا حكموني مؤبد، مش معقول أقضي بقية عمري مع هدول المجانين البشعين، لا طب جيبولي مساجين تانيين مش هاد. شو هاد؟ حكموني 3 سنين، 3 سنين من عمري بدي اقعد بهذا المكان المقرف مع هدول القردان اللي بنطنطوا على التخوت. لا تستاهلوا. هلا دور ميرا. ميرا ايش هتحكموني؟ ايش انت هلا بتقدري تروحي، انت ثبتت براءتك بكل الادله. الحمد لله، يلا يا ميرا يلا بنقدر نروح. ارجع على الزنزانة، انا اسف عندي مساجين امسكهم. طبعا انا اسفة يا ماما عشاني كذبت عليكي ورحت على الحفلة من وراكي، انا غلطت ارجوكي سامحيني. انا مسامحاكي يا حبيبتي، بتمنى تكوني تعلمتي درس انه الكذب هو اساس الشرور واساس المشاكل، ما تكذبي علي مرة تانية وتحملي مسؤولية اي اشي يصير، ما لازم تخبي جرائم مثل هيك، لازم تكوني شجاعة وتواجهي حتى اخطائك. حاضر يا ماما، انا تعلمت الدرس. النهاية، بتمنى يكون الفيلم عجبكم، إذا عجبكم اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الأفلام اللي رح أعملها، وأشوفكم بفيديو تاني، باي باي.